السلام عليكم. هذا هو الكشاف. عندنا الآن هنا الدور الثاني المحل تقريبا 6 في 10 إنارة متوسطة تقريبا كذا بدون كشاف كذا مع الكشاف. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا. هذه اللمبة الحجم الصغير على الطاقة الشمسية، من العجيب والغريب إضاءتها كويسة جدا ما شاء الله زي ما أنتم شايفين. هذه الإضاءة حاط 2 فقط وأحس أنها كافية ما شاء الله تبارك الله على الطاقة الشمسية. طبعا أنا حاط اللوح هنا خلف، ممكن تشوفون السلك التابع لها، اللوح حق الطاقة الشمسية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. إضاءة الكشاف على الطاقة الشمسية ممتاز جدا في حال انقطاع الكهرباء.